الى عاودتي السيناريوهات ديال الفرق المغربيه كلهم هنا مع الفرق التونسيه فهي نفس الطريقه تنعس نفس السيناريو نفس السيناريو تينعسونا في العسل وانتوا الجيش قلت البارح حنا ماش تسمعونا ما تسمعوش ولا ماش ما عندكم شيء ما فهمتش ما فهمتش انا المسؤولين لا انا نشوف نهضر على المسؤولين والمدرب كثر ما نهضر انا على اللاعبين عاد نجيك اللاعبين واحد لزير واحد لزير بعدا قبل ما نهضر بينالتي ديال الجيش حيدوا الاربعه ولا جوج كاع واخا واحد بعدا الاول داك يحول الماتش كله هذا بينالتي ما فيهاش مايش نديروا التحكيم كشماعة ولا كان عنده لا انا ما نهضرش هذاك بينالتي هذا كان يكون متغير اخر ديال الماتش بينالتي ما فيهاش الشك هذه ماشي 100% بلا فار بلا والو بينالتي فارجع لكم انت واحد الزيرو بشحال رابحين علاش انا غنلعب الكل الكل وانت عارفهم هما فور شوف توانسة تلعب معهم ليه تربحهم تلعب معهم ليه يقدروا يربحوك بواحد بزز هذا الشيء راه بلا ربيط بكل شيء وعارفهم برا الملعب تيكونوا بهالطريقه هذه وانت غادي حل لعب معاهم حيد على الخطا ديال اللاعب حيد على الخطا ديال اللاعب نحيدو ان ولكن اجابك ان كونتر ان اجابك تبقى ان كونتر ان لان يعني اللاعب خطا تتوقع واخا ما خصهاش توقع في هذه المباراه تكون مركز ولكن راه بقى ان كونتر ان ما خصهاش يبقى ان كونتر ان فاحنا المشكل ديالنا تنبغيو نسالو الماتش في 5 ديال الدقائق الاولى 10 ديال الدقائق وداك الجمهور تاهو ديال الجيش مع احتراماتي لبعض الوحدين فيهم والجيش خاسر واحد باك لي هولي فاش من هولي ولا ما هولا